طيب هناك اتهامات متبادلة ما بين روسيا وأوكرانيا بشأن ممر الحبوب الآن، وأوكرانيا تقول بأنها تستطيع تأمين ممر الحدود أو الحبوب من أوديسا ومن المناطق الموجودة في الجنوب الأوكراني إلى تركيا. برأيك هل تستطيع أوكرانيا، ولماذا تذهب أوكرانيا إلى مثل هذه التهديدات بأنها تستطيع قصف الأسطول الروسي في البحر الأسود؟ لماذا هذا التصعيد الأوكراني الذي ربما لا تتحمل أو لا تستطيع تحمل تبعاته؟ أولا التصعيد أو موضوع معاهدة القمح الأوكراني، روسيا هي التي انسحبت. روسيا تريد أن تضغط على دول العالم، تريد أن تبتز دول العالم وخاصة الدول الأوروبية أو بعض الدول التي تقدم المساعدات إلى أوكرانيا، هي عملية ابتزاز من قبل روسيا. ولذلك الخاسر الوحيد الرئيسي في هذه العملية هي أوكرانيا. تركيا كذلك تعتبر متأثرة بنقض الاتفاق من قبل روسيا، وأنا أتوقع بأن أوكرانيا قد تلقت الدعم من قبل بعض الدول الأوروبية أو حتى من قبل أمريكا ومن قبل تركيا من أجل تسيير البواخر والسفن التي تحمل القمح الأوكراني، ضاربة بعرض الحائط التهديدات الروسية من أجل بقصف ميناء أوديسا أو قصف السفن والبواخر التي تحمل القمح الأوكراني أو التي تريد الوصول إلى ميناء أوديسا، وروسيا هي قادرة على قصف السفن والبواخر، ولكن يبدو بأن بعض الدول الأوروبية وكذلك ممكن أمريكا أو تركيا سيرفعون العلم التركي والعلم الأمريكي من أجل الوصول وسلامة الوصول إلى الشواطئ الأوكرانية من أجل حمل كميات القمح المتفق عليها. مثل ما ذكرت، روسيا تريد الابتزاز، تريد ابتزاز الدول الأوروبية والدول الأفريقية أو حتى الدول العربية، وكذلك هي تريد أن تضغط سياسيا وتضغط اقتصاديا على تركيا من أجل الوقوف معها ضد أوكرانيا. ولكن يبدو بأن المجتمع الدولي لا يتحمل أكثر من ذلك في عملية قطع القمح من الوصول إلى بعض الدول العالمية. طيب هل ما تقوله الآن الدول الأوروبية والإعلام الأوروبي وما يقوله المناصرون إلى أوكرانيا ربما يذهب إلى حد التخدير الذي لا يوجد له أي واقعية على أرض الأرض الواقعية في هذه المعارك، عندما يتحدث العالم بأن روسيا هي من تريد ابتزاز أفريقيا، واليوم الاجتماع ما بين الدول الأفريقية وروسيا موجود في بطرسبورغ في روسيا، يعني كيف يمكن أن تجمع ما بين الخبرين بأن روسيا تبتز أفريقيا وروسيا هي من تستضيف زعماء أفريقيا الآن؟ وعملية قطع القمح عن بعض الدول الأفريقية هو الذي جلب رؤساء أفريقيا بأن يأتوا إلى روسيا والاجتماع مع القيادة الروسية والاتفاق مع القيادة الروسية. روسيا تريد أن يكون لها مجال حيوي واستراتيجي في أفريقيا وخاصة في الدول الكبرى في أفريقيا، ولذلك هي منعت وصول القمح إلى الدول الأفريقية، مما جعل الدول الأفريقية تلهث وراء روسيا وأن تلتقي مع القيادة الروسية من أجل السماح للقمح الأوكراني من أجل الوصول إلى أفريقيا مقابل بعض التنازلات وكذلك بعض الدعم. ممكن يكون هناك دعم كذلك من قبل الدول الأفريقية إلى روسيا.